هاي يا اخويا شوف الفازه هذه، مخك مش يقف تفرج. هذه سيري في نتفليكس هاي 2018، ريتها تفرج خويا. تمشي لبيزود 10، بيزود 10 سيزون 1 من 2018. تمشي للدقيقة 53، تبع تو. كان عندك نتفليكس أكثر تجبده. اسمع هاي. ركز خويا. شوف خويا على الكورونا ها. هاكا فيروس كورونا يهاجم الجهاز التنفسي. 2015년 메르스 사태 때 사망률이 20%가 넘었죠. 근데 20%는 무기를 쓸 정도는 아니지 않나요? 아까도 말했다시피 이건 변종된 바이러스예요. 누군가 인위적으로 사망률을 90%에 육박하도 올린 것으로 보입니다. 90%요? 그보다 더 심각한 건 코로나 바이러스는 평균 2일에서 14일 사망률을 거치지만 이건 노출되는 단 5명이 폐를 직접적으로 공격하도록 인위적으로 변종을 했어요. هاي ايش قاولك بابا؟ هاك اي واحد عنده نتفليكس ينجم يدخل. اتفرج. هاك الاسم خويا نتاع السيري ماي سكرتيريوس ابيزود 10 دقيقة 53 وتفرج